بنيجي لموضوع الأوباسيتي أو الترانسبيرانسي، الشفافية بالسي اس اس، عن طريق خاصية الأوباسيتي. شلون بنستخدمها؟ بالأوباسيتي أو الترانسبيرانسي، بتعمل لي أوباسيتي أو ترانسبيرانسي للعنصر، تروح ترانسبيرانس ايمج. هون بنلاحظ ان الأوباسيتي لما نحط الخاصية هي بين 0.0 لـ1.0، أصغر قيمة هي 0.0 وأكبر قيمة هي 1. أو مثلا شفافية 0.2، شفافية نص، شفافية 1، بشكل افتراضي بتكون 1. هون لو شفنا هذا المثال على الشفافية نص، أوباسيتي نص، بنلاحظ انه الصورة شفافيتها 50%. كمان عندي موضوع الترانسبيرنس هوفر، لما نمرر الفأرة على الصورة بنلاحظ انه الشفافية غالبا بتستخدم مع الهوفر سيلكتر عشان تغير الشفافية لما الفأرة تمر على الشيء. هون بنقول انه شفافية الصورة 50%، لما تمر الفأرة عليها بترجع لـ1، يعني 100% بدون شفافية. هون المثال مشروع، هو الـ CSS بلوك هو شبيه للكود، بالإضافة إنه بنضيف له الشيء بده يحدث لما المستخدم يمرر الفأرة على الصورة. بهاي الحالة بدنا الصورة تكون مش شفافة نهائيا، فالمستخدم لما المستخدم يمرر الفأرة على الصورة، فبالتالي بترجع التنسيق الأوباسيتي للـ1. هون عكس هذيك المثال، الأوباسيتي الافتراضي هو 1، لما يمرر الفأرة بيرجع للنص. هون حطينا الأوباسيتي نص لما يصير في هوفر. كمان ترانسبيرنس بوكس، المربع الشفاف باستخدام الأوباسيتي، خاصية الأوباسيتي للترانسبيرنسي، لون الخلفية راح تكون شفافة أيضا، كل شيء عناصر موجودة فيها راح تكون شفافة، يعني النصوص راح تعمل شفافية مع عناصر، كل شيء عناصر موجودة بالبوكس راح تأخذ نفس الشفافية، وهذا الشيء راح يخليها غير أو صعبة للقراءة. هون الدايف كله أعطينا opacity، فبالتالي صار كل شيء موجود بالدايف أخذ نفس الopacity. بينما هون لما نستخدم ال RGBA مع الألفا شانل اللي تكلمنا عنه بالألوان، هذا الشيء مفيد جدا، أفضل من هديك. إذا ما بدك تطبق الopacity للعناصر اللي موجودة داخل العنصر مثل المثال السابق، نستخدم RGBA أو الهسلة هيو ساتوريشن لايتنس ألفا شانل. هذا الشيء هون بخلي النص ثابت بدون شفافية، أيضا الشفافية بس بطبقها على الخلفية. إذا تكلمنا عن هذا الموضوع عن الألوان بفيديو الألوان بشرح مفصل أكثر، بالإضافة لل RGB ريد جرين بلو مع الألفا شانل بتحدد لي الشفافية. كمان ال RGBA بحدد لي الريد جرين بلو، الالفا شانل مثل ما ذكرنا هي الصفر معناته فولي ترانسبيرنس شفاف 100%، وواحد هو فولي اوبك يعني بدون شفافية. اذا بدك تفهم اكثر عن الالوان ارجع لفيديو الالوان فيه وشرح اكثر. في عندي كمان الدايفون مثلا، عملنا له RGBA مع شفافية 0.3 للالفا شانل، اعطاني اللون الاخضر، وايضا مع خلفية شفافة 30%. لو شفنا هذا المثال بنلاحظ الموضوع. هون عندي اعطاني لون خلفية الشفافية، ونلاحظ انه النص اخذ نفس الشفافية تبع الخلفية، بينما بال RGBA مع الالفا شانل النص ظل محافظ على شفافيته واعطى الشفافية بس للخلفية. ده هاي الملاحظة بين الشفافية الأوباسيتي، خاصية الأوباسيتي، وبين الـ RGBA مع الألفا شانل. هون التكست بالترانسبيرنس بوكس، هذا المربع الشفاف، النص بيظل مثل ما هو، فبالتالي هذا الشيء مفيد. هون مثلا أعطينا دايف الباك جراوند، أعطيناها صورة معينة بدون أو مع تكرار، هون كرر لي الصورة. أيضا أعطينا البوردر إطار 2 بكسل سوليد بلاك،
بعدين اجينا للترانس بوكس، هذا المربع الشفاف، اعطيناه مارجن 30 بكسل لون الخلفية، واعطينا الاطار بكسل اسود، والاوباسيتي 0.6، الشفافية 0.6 يعني 60%، وايضا اعطينا الدايف ترانس بوكس الباراجراف اللي داخل البوكس هاد، اعطينا مارجن 5%، والفونت ويت بولد يعني سميك، وايضا اعطيناه لون النص اسود. ايضا عملنا هذا الشيء، طبقنا على الباراجراف، فبالتالي اعطاني النتيجة هاي، وحافظ لي على لون الخط، ما اعطاه شفافية. كمان عندي المثال هون، انشأنا دايف كلاس باك جراوند بصورة واطار، بعدين انشأنا دايف ثاني كلاس ترانس بوكس شفاف داخله اول دايف، الدايف تبع كلاس ترانس بوكس اخذ لون خلفية واطار ايضا شفاف داخله، اعطيناه دايف مشان نضيف بعض النصوص داخل الباراجراف. اذا هاي كانت الشفافية بالتنسيقات CSS.